برنامجنا صباح طيبة، ويمكن هنتكلم في هذه الفقرة عن موضوع مهم جدا، هو موضوع العمل التطوعي. وفكرة العمل التطوعي عموما تبدو واضحة وجلية في مبادرة حياة كريمة، المبادرة اللي بتنفذ عددا كبيرا من المشروعات في مختلف المجالات، وبتستقطب يعني شباب من الجنسين الحقيقة، وبيجسدوا فكرة العمل التطوعي في خدمة البيئة والمجتمع. ده محور حديثي مع ضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ أحمد محمود عبده كارة، عضو بمبادرة حياة كريمة وعضو جمعية رعاية المرضى وجمعية تيسير الزواج بمركز نصر نوبة بمحافظة أسوان. أستاذ أحمد أهلا بك معانا. أهلا بحضرتك، نورنا مشرفنا. الله يبارك لك رب. يعني نبدأ بالأول بفكرة العمل التطوعي ورؤية حضرتك لفكرة العمل التطوعي. أيضا زي ما قلنا يمكن مبادرة حياة كريمة بتجسد فكرة العمل التطوعي وتبرزه، يعني ده أكيد. رأيك أهمية العمل التطوعي نتكلم عنها بشكل عام في البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا العمل التطوعي دي يعتبر في الوقت الحالي هو ركيزة أساسية لأي دولة في التنمية. نعم. طبعا الشباب ليه الدور الأكبر في موضوع العمل التطوعي، وطبعا الشباب برضو محتاجين توجيه الكبار. يعني احنا دايما بنركزش على الشباب بس، لازم التوجيه والتخطيط يكون من الناس الكبيرة. بعد كده الشباب بتبتدي تتحرك في الاتجاهات المختلفة. نعم. الشباب لازم يكون عندهم الوعي الكافي بأهمية الدور اللي هو بيقوم به في العمل التطوعي. نعم. وتنمية البلد. من خلال مبادرات شبابية، من خلال معسكرات تابعة لشباب الرياض أو جمعيات تنمية المجتمع أو مؤسسات العمل الخيري الموجودة في البلد منتشرة بشكل واسع. طبعا احنا طبعا في الحياة الطبيعية عامة في مصر عامة في مؤسسات كبيرة شغالة في العمل التطوعي، وبدأت تعمل قاعدة كبيرة من الشباب. نعم. المتطوعين. نعم. في المبادرات المختلفة، على سبيل المثال للحصر مؤسسة حياة كريمة، بنك الطعام، مصر الخير، طبعا كلها مؤسسات كبيرة وليها اسمها وليها خدماتها الملموسة في كل قرية وفي كل نجع موجود في مصر. نعم. طيب برضو يعني مش كل الناس، مش كل الشباب أولا بيبقى عندهم فكرة عن هذه المبادرات وهذه المؤسسات، وفي نفس الوقت مش كل الشباب عندهم نفس حماسك ده، يعني عندهم يعني ايه اللي بيجذب الشباب او ايضا العمل التطوعي بخلاف فكره انه رغبه الشباب نفسه، يعني ايه المميزات اللي بتقدمها هذه المؤسسات؟ يعني اولا طبعا احنا دايما بنشوف الاهتمام الكبير من الشباب ان هم بياخدوا دورات تنميه بشريه. طبعا انتشرت في فتره كبيره التنميه البشريه دي موجوده فعلا في العمل التطوعي. نعم. ممارسة، مش مجرد كلام فعلي يعني أو دراسة، لا ده فعلي. أنت في العمل التطوعي أولا بيبقى عندك مهارات اتصال وتواصل جيدة جدا. بتعمل علاقات مع قيادات وشخصيات عامة في كل الأماكن اللي بتشتغل فيها. ناهيك عن أن بعض المؤسسات بتقدم لك دعم، دورات تدريبية. نعم. ودورات تنشيطية بتعلمك إزاي تعمل قاعدة بيانات صحيحة، إزاي تعمل بحث ميداني للأسر. فدي كلها أنت مهارات بتكتسبها من خلال العمل التطوعي. نعم. طبعا المهارات دي بتفيدك فيما بعد في حياتك الشخصية. نعم. سواء أنت اشتغلت ربنا كرمك بوظيفة أو بشغلانة، سواء في مصر أو خارج مصر أو في الحكومة. طبعا كل الحاجات دي بتحتاجها. صحيح. بتكون عندك المهارات اللي اكتسبتها عمليا، ودي لو تحولت لمقابل ماده او فلوس هتلاقيها برقم كبير. يعني اكيد طبعا. اكيد يعني حاليا مبادره حياه كريمه طبعا يعني هي احنا بنعتبر انا عن نفسي يعني بعتبرها نمبر 1 في الشاشه، يعني النموذج دلوقتي الواضح. لا طبعا مؤسسه حياه كريمه دي احنا اتعلمنا منها حاجات كتير، واحنا طبعا يمكن في بدايه العمل التطوعي كنا شغالين بطريقه عشوائيه. عايز تعمل حاجه خير، عايز تعمل عمل مساعده، عايز تزرع شجر، عايز تعمل مبادره تشجير، عايز تعمل مبادره نظافه، عايز تعمل معسكر. تمام. بيبقى تيجي الفكره في دماغك، بتجمع مجموعه من اصدقائك، بتروح تبتدوا تتحركوا، بتاخدوا مثلا خطوات معينه. نعم. بتجمعوا مثلا سواء تبرعات او. نعم. مثلا عمل كويس بس مش منظم يعني. بالظبط كده. طبعا لما اشتركنا مع مؤسسه حياه كريمه ابتدى الكلام ده يندرج تحت بنود معينه. بطريقه صحيحه، بطريقه علميه، بطريقه منظمه ممنهجه. احنا ذاتنا يعني اكتشفنا حاجات كنا بنعملها زمان بطريقه غير صحيحه، اتعلمناها من مؤسسه حياه كريمه ازاي تعملها بطريقه مجدوله صحيحه. وبتدرسوا الاولويات كمان، يعني الاولويات انه تشتغلوا على حاجه معينه في المجتمع غير لما تشتغلوا بشكل عشوائي. بالظبط. يعني احنا في الاول كان بيعتمد على علاقاتك او معارفك الشخصيه في البلد. انما النهارده حياه كريمه بتعمل بحث لكل بحث ميداني لكل حاله. وتشوف مدى احتياجاتها واجمالي الدخل في الاسره وعدد افراد الاسره وتوزيع الدخل دي، وتعرف نسبه الدخل الخاصه بكل فرد في الاسره، وهل دي اولى من الحاله اللي بعديها او الحاله الثانيه. فده كله طبعا بيختلف معاك تماما، يعني غير المنظور
الدور تماما في تحديد الاولويات للاسر الاكثر احتياجا. نعم، وبرضه اللي زي حضرتك مثلا عضو في اكثر من جمعيه بيبقى يعني هم شغالين اوريدي او اللي هم متطوعين في الجمعيات الاهليه بيبقى عندهم فرص اقوى في ان هم يعني ياكدوا على فكره العمل التطوعي. طبعا يمكن انا الحته اللي بنت يعني اللي بطلب يعني الجهات المعنيه ان هي تعملها ان المدارس او التعليم عامه يبقى في مثلا ولنفرض حصه او فقره من فقرات الانشطه اللي كانت بتعمل يمكن ايامنا احنا كان فتره الفسحه كان فيها فتره اسمها النشاط. اتمنى يتعمل فتره نشاط يتعمل فيها معسكرات. المعسكرات دي ببتدي اعلم فيها الطلبه ايه اهميه العمل التطوعي. وان انت لازم تكون اضافه لمجتمعك، لازم تسيب اثر او انطباع جيد للناس اللي حواليك. صحيح. يمكن انا والدي الله يرحمه كان يعني دايما يقول لي كده مع المغرب كده يجي حاسبني انت النهارده طلعت مثلا لعبت رحت النادي رحت كذا رحت كذا، طب ايه اللي انت عملته كانجاز؟ حصاد اليوم. حصاد اليوم، لازم تحاسب نفسك. صحيح. انت النهارده زرعت شجره الناس تستظل بيها، لا ساعدت واحد ضرير يعدي الطريق، رحت لواحده غلبانه شفتها محتاج حاجه بتاعها من البقال. نعم. هكذا. فلازم كل يوم انت تعمل جدول للحساب لنفسك. نفسك كده. ايه اضفته من جديد لنفسك او لمجتمعك او للجيران او لاهل القريه اللي انت عايش فيها. نعم. طب لو ترجمنا ده على ارض الواقع يعني بالنسبه للمبادره حياه كريمه، انتوا في نصر النوبه عملتوا ايه من خلال المبادره يعني؟ وفي المبادره افادت المجتمع ازاي؟ هو احنا مش هنقول عملنا، احنا هنقول مبادره حياه كريمه عملت ماشي. تمام. يعني احنا طبعا مبادره حياه كريمه ما المبادره بيكم بالتاكيد يعني يعني ما هو التعاون مهم يعني جدا يعني من هي المبادره احنا محتاجينها اكبر مننا بكتير كمان. نعم. مبادره حياه كريمه طبعا احنا اشتغلنا في حياه كريمه في توزيع كراتين مواد غذائيه للاسر الاولى احتياجا. نعم. طبعا غير الانشاءات طبعا الطفره اللي حصلت في البنيه التحتيه عندنا في نصر النوبه. نعم. انا خليني بس اتطرق للجانب اللي هو الخاص بالتطوع. نعم. في مؤسسه حياه كريمه احنا طبعا كان في مساعدات كتيره اتقدمت في الفتره اللي فاتت. يعني احنا طبعا كلنا عارفين ارتفاع الاسعار والغلو اللي احنا عايشين فيه. صحيح. فكانت مؤسسه حياه كريمه كانت اكبر سند لينا في الفتره اللي فاتت دي لمواجهه مثلا حاجه زي غلو الاسعار دي. ما طبعا طبعا السلع الاساسيه اللي محتاجها الاسر وتحديد الاولويات ليها والاحتياجات اللي محتاجينها من تجهيز عرايس، كان في فتره برضه تجهيز عرايس. يعني صراحه يعني حتى دلوقتي في عيد الاضحى كان في برضه توزيع صدق الاضاحي. فده كويس يعني. طبعا بالتاكيد يعني، وده برضو يعني بجانب حياه كريمه احنا برضو ايه يعني في جمعيات اهليه برضو بتساند معانا جامد. يعني انت عضو في يعني جمعيه تيسير الزواج وعندك جمعيه رعايه المرضى برضو. بالظبط. بتاع رعايه المرضى طبعا كانت اهتمامها كله بالمرضى يعني. اكتر حاجه مرضى الفشل الكلوي، المرضى الموجودين في نصر النوبه وخارج نصر النوبه. نعم. تقديم العلاج المتوفر، احنا عندنا صيدليه خيريه. الصيدليه الخيريه دي بنجمع الادويه الزايده من الصيدليات ولا من البيوت؟ لا من البيوت. من البيوت. وفي شركات بتدعمنا في صيدلات بتدعمنا، وفيها على فكره برضو يعني احنا عاملين صندوق اسمه صندوق الخير في جمعيه رعايه المرضى. الصندوق ده لو في علاج معين في اسره محتاجاه ومش موجود عندنا في الصيدليه الخيريه بيقدر يروح يشتري من الصيدليه اللي بره اللي احنا متعاقدين معاها. وده بيعتمد على تبرعات المواطنين. صندوق الخير احنا بنجيبه له في جمعيه رعايه المرضى. ده من جانب الطبي. رعايه المرضى طبعا تخصصها طب بحت يعني. إيه عندنا جمعيه تيسير الزواج طبعا خاصه بمساعده الغير قادرين على الزواج من الاسر فتيات الايتام والشباب. بتعملوا دراسات حاله بقى كل عروسين مثلا وبتعملوا حفل زفاف جماعي. بالظبط. المفروض بيكون عندنا بحث كامل عن الحاله قبل ما تيجي عندنا قبل ما نرشحها. نعم. من فترة قريبة كان من خلال شهر كده جهزنا 30 عروسة بالتعاون مع شركة مع مؤسسة لوتس. نعم. نرويل لوتس. نعم. جهزنا 30 عروسة، كل عروسة خدت بوتجاز وغسالة. كان حفلة كبيرة وكان الناس كلها مبسوطة بيها يعني الحمد لله. الأجهزة برضو غالية يعني تقريبا كده دخلت في حوالي 204,000. لكن في ردود فعل إيجابية. أنا أعرف إن حتى في ناس يعني بتتبرع من خارج مصر، من الخليج مثلا أو كده. والله هي فكرة التبرع من خارج مصر ده دلوقتي يعني يمكن اللي هم أبنائنا يعني العاملين في الخليج يعني. لا طبعا لا دول ما بيقصروش بقى. ده اللي أقصده يعني. أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا عندنا في نصر النوبة عامة يعني معظم الكيانات اللي قايمة في نصر النوبة من جمعية رعاية المرضى، جمعية تيسير الزواج، الجمعيات الخيرية الموجودة، جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأرمنة دي لها باع كبير كمان في العمل الخيري. بيعملوا كل سنة هم جمعية تحفيظ القرآن الكريم في توشكا يعني ما شاء الله إحنا عندنا العدد كبير. دار نبيل رحمة بن بركاب. جمعيات يعني الواحد لو قاعد عايز حلقتين ثلاثة يتكلم عنهم. طب انتوا كشباب لكم هل لكم مبادرات خاصة بكم يعني بالإضافة لحضرتك ما تفضلت بذكره فكرة مواجهة الغلاء مع مبادرة حياة كريمة بأنواعه يعني المختلفة، هل لكم مبادرات شبابية مختلفة يعني خاصة بكم؟ أنا بفضل الله سبحانه وتعالى من 2019 عاملين مبادرة اسمها إفطارك نوبي. إفطارك نوبي. المبادرة دي متعلقة بشهر رمضان بس. بنعمل وجبات إفطار للمرضى وزويهم في المستشفيات.
كان معايا فريق عمل حوالي 12 فرد فتيات وشباب. كنا بننزل لمستشفيات مختلفة، الجامعة في أسوان، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى كومومبو، مستشفى ناصر النوبة. يمكن ادفوا بس عشان بعد المسافة يمكن ما رحناش إن شاء الله، بس في الخطة الجاية إن شاء الله. المبادرة دي كانت بتعتمد إن إحنا كنا بنجمع تبرعات مع بعضينا في الأول، وابتدينا نعمل الوجبات دي وننزل بها في المستشفيات نوزعها. ونبعت فكرتها ان في بعض المرافقين في المستشفيات بيكون عايزين يفطروا في رمضان، نشوف وقت الفطار بيبقى هو معاه حاله فمش عايز يسيب لا، وغير ان وقت الفطار اصلا المحلات كلها بتكون قافله، صحيح، هو مش قادر يسيب الحاله اللي معاه يروح يجيب وجبه فطار ليه. المستشفى ممكن بتوفر الوجبه للمريض، هي بتبقى كمان حاجه لفته انسانيه جميله يعني كمان. طبعا لا، وهي الحمد لله يعني احنا اول ما بداناها يعني مش هنقول احنا اول ناس عملناها، بس احنا يمكن من الاوائل اللي عملنا المبادره دي. بفضل الله سبحانه وتعالى يمكن لغايه السنه اللي فاتت احنا لقينا كميه ناس كتير او مؤسسات كتير ابتدت تمشي في نفس النهج ده. يعني احنا اخر سنه السنه اللي فاتت رحنا مستشفى كومومبو، يعني احنا بنوزع الوجبات، كان في تقريبا جهتين تانيين كانوا عاملين يوزعوا على نفس الوجبات. دي مبادره افطارك نوبي. وربنا كرمنا برضو السنه اللي فاتت ان كان في واحد رجل اعمال يعني ربنا يجازيه خير، عمل لنا مائده افطار قدام مستشفى الجامعه. جميل. تبنتها العمل فيها جمعية عناية المرضى في غرب أسوان. كانوا الشباب على طول متواجدين باستمرار يعني كل من شهر رمضان بالكامل. جميل جدا. والجزء الآخر اللي هو جمعية رعاية المرضى بتقدم برضو زي ما قلنا الأدوية والمساعدات. بتقدم الأدوية. وعلى فكرة برضو في رعاية المرضى في بند خاص بالمساعدات المالية. يعني احنا طبعا الحالات اللي بتدرس دي بتتبعت عندنا في الجمعية، بنفحصها في كل عضو مجلس إدارة ماسك منطقة. بيبقى عارف الناس اللي فيها وعارف الاحتياجات فيها. فبيبتدي بقى حسب اللائحة اللي عندك بتبتدي تصرف البند ده مثلا لعلاجه مثلا قد كده. البند ده ليه علاج قد كده. مصاريف. بياخدها المريض يعني ماديا. طب استاذ احمد يعني لو قلنا حجم المشاركه من المتطوعين يعني سواء بالنسبه للاعمار السنيه او حتى بالنسبه للتنوع يعني او النوع مثلا الاطفال النساء الشباب الفتيات الكبار السن. والله هو بص هو طبعا كبار السن ده بتكون اقل نسبه يعني بالظبط. بس في ناس بتحب تشتغل برضه يعني. وعلى فكره يعني كبار السن ده احنا هم اللي حمسونا اصلا للعمل التطوعي. يعني لما بتلاقي حد من كبار السن ماشي في العمل التطوعي ده بيديك دفعه كبيره انك تعرف تكمل. بالظبط. طبعا بالاضافه للتوجيه لان هم دورهم الاساسي التوجيه، هو بحكم سنه مش قادر يتحرك معاك في كل المجالات، بس هيقدر يوجهك ازاي صح وازاي تمشي كده وازاي يخلص لك الاجراءات الورقيه او الروتين عامه. بالنسبة للشباب طبعا احنا الحمد لله رب العالمين يعني ابتدت فكرة التطوع ده يزيد عندنا. طبعا احنا بحكم احنا نصر النوبة بالصفة يعني مش مدحن في بلدي. نصر النوبة عامة عندها الفكرة التطوع ده من زمان. يعني احنا اصلا البيئة بتاعتنا بيئة تكافلية. تعاون في تعاون اصلا. لا بصراحة يعني ايه هي عندنا التكافل. يمكن انا لمست الموضوع ده برضو في مركز ادفو في مركز زراو. ابتدى الموضوع ده ينتشر جامد. بل هم تفوقوا علينا يعني في بعض المجالات. يعني انا شفت بعض المؤسسات في ادفو اللهم صل على النبي يعني بقت تعمل شغل اعلى مننا بكتير، ابتدت تعمل خطوط ميه رئيسيه، ابتدت تساعد الاسر اللي هي في القرى البعيده اللي هي مش واصل لها مرافق وخدمات مكلفه مثلا. يعني انتوا لكن في هذه المبادرات بتحتاجوا شراكات وتعاون زي مثلا مراكز الشباب، بالنسبه لجمعيه رعايه المرضى تعاون مع الاداره الصحيه، يعني اقصد التعاون مع الجهات التنفيذيه زي مثلا اداره الشباب في نصر النوبه او الاداره الصحيه او اداره وحده التضامن الاجتماعي وما الى ذلك يعني من الادارات. تمام. هو زمان يمكن الشباب والرياضه كان لها دور بارز في موضوع المعسكرات. يمكن الدور ده حاليا انا يعني بلوم عليه الشباب والرياضه. الدور ده تقلص جدا يعني. زمان انا فاكر كان في معسكرات بتتعمل تجميل للقرى. معسكرات تجميل للمدينه. تشجير. كان بيبقى فيها وجبه. او مثلا لو مش بيبقى فيها وجبه بيبقى فيها مثلا مصاريف وجبه بسيطه. كانت المعسكرات دي كانت بتنمي روح التعاون، بتنمي روح العمل التطوعي، ازاي انت بيكون عندك انتماء لمكانك، وانت لما بتشتغل بايدك سواء نظفت المكان ده او زرعت فيه شجره هتحافظ عليه. صحيح. وان انت حاسس بنفسك ان انت عملت الحاجه دي، الحاجه دي بتاعتك انت ليك. فللاسف المعسكرات دي دلوقتي حاليا يعني بقى بسيطه جدا. او تقلصت بحد كبير. فنتمنى ان هي ترجع تاني. بالنسبه لاداره التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيريه. الجمعيات الخيريه برضو انا بتمنى ان اداره التضامن الاجتماعي تبتدي تدعم الجمعيات الخيريه من منح مساعدات كلام ده، لان الجمعيات الخيريه برضو مواردها الذاتيه مش كبيره. لان هي جمعيات غير هادفه للربح يعني ما عندهاش مصادر دخل. فالدعم اللي كانت بتقدمه الدوله من خلال وزاره التضامن الاجتماعي كان بيفرق معانا كتير طبعا. سواء حضانات، سواء معسكرات، سواء يعني انا من ضمن المبادرات اللي احنا عملناها عندنا في جمعيه رعايه جمعيه ابو حمد تنميه المجتمع في ابو حمد عندنا وجمعيه كوروسكو.
والريجا، احنا ثلاث قرى كده مع بعضيها. احنا من اول القرى اللي نفذت مبادره الرئيس اتحضر للاقطار. صحيح. احنا حرفيا اخذنا تقريبا حوالي 50 شجره من مجلس المدينه عندنا الاستاذ صالح حسين والاستاذ محمد عبد العزيز والاستاذ محمد جلال ربنا يجزيهم خير. اداره الشباب والرياضه في مصر للنوبه ادتنا برضو 30 شجره. احنا بالكامل ال 80 شجره كلهم الزرع. نعم جميل. وبفضل الله طبعا يعني بالرعايه الحمد لله يعني نقدر نقول بنسبه 95% الشجر كله نجح. نعم. طيب ما هو برضو الشباب يعني برضو من خلال تجربتك يعني الشباب ممكن اللي بيسمعنا وبيتابعنا دلوقتي ويعني الاستاذ احمد بيتكلم عن التطوع برضو الناس احيانا بتفهم فكره التطوع ان هو مجانا خالص يعني هو على الاقل بيدي لك مصروف جيب او بيدي لك بدل انتقال يعني هو مهم برضو الرسائل دي توصل للناس وعشان نجذب اكبر عدد من المتطوعين يعني الجهات دي حتى اللي هي زي الجامعات الاهليه او غيرها او حتى مبادره حياه كريمه يعني فكره جذب عدد كبير من المتطوعين لازم يبقى في اليات لده برضو. والله بص هو احنا هنرجع للمبدا الاساسي انا ليه بتطوع؟ او انا ليه بمشي في العمل؟ حابب اخدم المجتمع يعني بالتاكيد قبل ما حابب قبل أهل يعني المجتمع ده شيء مطلوب طبعا صح. اساسي بس قبل المجتمع انا برضو ربنا سبحانه وتعالى ان انا بدور على اجر الثواب عند ربنا صحيح سبحانه وتعالى صحيح. انا لما بدخل السرور على مسلم او ان انا بساعد واحد ضرير او بساعد واحده ست ارمله او مطلقه او ايا كان بدخل السرور على مسلم والرسول صلى الله عليه وسلم مسلم او غير مسلم يعني انت بتقدم خدمه للمجتمع بشكل عام مسلم مسيحي اي حد انسان بشكل عام يعني بصفه عامه يعني عامه اي مواطن انا بقدم له الخدمه صحيح. بدخل له الاسعاف بفرحه انت ذاتك قيمتك او ذاتك بتلاقيها في سعاده اللي قدامك نعم تمام نمرة اثنين انت بتحس ان انت بتزود حاجة لمجتمعك تمام بتضيف بتحس ان انت ليك دور مش موجود خلاص كده مهمش او ملكش حاجة طب النهاردة انت معلش يعني في حديث كده عن رسول الله عن اربعة نعم عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه نعم. وعماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن اللهم صل على سيدنا محمد تمام يعني هو الجزء الاساسي فيه ان هو يعني فيما افنى عمره فيما افنى شبابه بالظبط عن علمي عن علمي الرابع عن علمي فيما فعل به نعم طب انت النهارده اتعلمت قاعد من غير وظيفه طب ايه المشكله لما اروح اخد مثلا مجموعه من الطلبه اعلمهم القرايه والكتابه نعم نعم اخد اجر عليهم تمام حتى لو هتاخد اجر رمزي بالظبط هي فكره ما انا ده بتكلم عنها فكره التطوع يبقى فيها جزء من يعني تمام. اجر رمزي يعني. يبقى انا كده نفعت بعلمي تمام واحد تاني مثلا صحته مش مساعده ان هو يتطوع او يعمل نعم. ممكن يساعد بالمال تمام واحد تالت بقى انت النهارده قاعد شاب معكش اي حاجه معكش اي مصلحه طب ايه المشكله انا اتطوع ازرع شجر اجمل ادهن اعمده يعني عندنا كنا بنعمل مدخل البلاد كلها بندهن الاعمده بعلم مصر صحيح. كانت حاجه جميله وشكلها شيك طيب احنا في النهايه استاذ احمد يعني ايه اللي في الفتره المقبله اللي انت اولا بتحلم بيه او بتتمناه من مبادرات وتكلمي برضو عن اللي شغالين فيه دلوقتي واللي هتعملوه في المستقبل ان شاء الله بالنسبه لمجتمع نصر النوبه تمام طبعا انا اللي بتمناه في المستقبل ان الشباب في نصر النوبه عامه يفكروا ازاي يضيفوا حاجه جديده للبلد نعم يعني انا النهارده مثلا المبادرات الشبابيه او التقليديه خلاص عرفنا احنا مؤسسات جمعيات شغاله في كذا جمعيات شغاله في الرعايه الطبيه جمعيات شغاله في العمل الخيري شغالين بتاع طب انا دوري ايه صحيح ما انا معلش انا مش هفضل لازم جزء لازم يبقى جزء من المساله يعني لازم ابص ان انا اطور بقى الحاجه دي ان انا اضيف حاجه جديده ما بقاش انا ماشي على نفس الريتم القديم صحيح يعني انا النهارده مثلا اشتغلت مثلا ونفرض معسكره بكره اشتغلت تشجير بعد واحد تاني اخترح لنا فكره يقول لا احنا نعمل داتا للبلد ونشوف الاولويات الحالات نبتدي نجيب ابحاث واحد ثالث يقول لك لا طب انا بدل ما اقعد في التشجير وفي التجميل وفي طب ليه انا ما اعملش مثلا حضانه واحد ثاني يقول لك لا طب انا اعمل مثلا مبادره ثانيه مثلا اهتم مثلا بكبار السن ليه ما اعملهمش نادي اجتماعي او نادي ثقافي اجيب الناس الكبيره في السن دي برضو محتاجه اهتمام شويه نعم نتمنى ان شاء الله يكون في هذا الاهتمام وبهذه الروح الجميله الحقيقه اللي ضفنا العزيز طبعا اكيد بالتاكيد مصر بتبنى بهذه الهمم القويه والايمان بفكره خدمه المجتمع انا بشكر في نهايه لقائي هذا اللي تحدثنا فيه عن فكره العمل التطوعي بشكل عام ودور هذا العمل في خدمه البيئه والمجتمع اشكر ضيفي وضيفاكم الكريم الاستاذ احمد محمود عبد كاره عضو مبادره حياه كريمه وعضو جمعيه رعايه المرضى وجمعيه تيسير الزواج بمركز نصر النوبه بمحافظه اسوان استاذ احمد شكرا جزيلا ونلتقي على خير ان شاء الله شكرا جزيلا لحضرتك اذا هذا ما سمح به الوقت مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من صباح طيب
الطيبة إلى الملتقى هذه تحيات فريق العمل، مديرة التصوير انشراح مصطفى، الإعداد عطا القاضي، رئيس التحرير أحمد ثروت، تحيات زملاء من كنترول الهواء أمنة جمعة، محمد عبد الصبور، محمد عبد الراضي، سوزان شكري، خالد قناوي، والمخرج المتألق دائما وائل فاروق، والإشراف العام دائما الأستاذ خالد الشريف، وهذه تحياتي وإلى اللقاء.